السلام عليكم على كل شيء اخبار طبعا جيتكم اليوم مقطع جديد ايش مقطع اليوم ميمز اتصل لكم اشتراك حساب تمويل تحصلون درس تتابعون عليها كامل ويا عيال في عندي انا رحت العمر الحمد لله رحت الواحد يروح يجدد نظفنا دوب اللي كان يسويها الله يغفرنا كامل اجمعين فصارت الاشياء هناك مره كثيره شايف نرفز شوي حلو تبوني انزل لكم اياها قصه ما تكون الخميس هذا يمكن الاسبوع الجاي او اللي بعده تمام تبوني انزل لكم اكتبوا لي تحت ما تبون انزل لكم اكتبوا لي تحت وراح ننزلها ان قلتم ايوه ان قلتم لا بسم الله نبدا الحلقه الله اكبر الله اكبر لو سمحت حبيبي بالله جيب لي بيج برجر دجاج خليها وجبه ليش فاطر ما لك دخل ليش فاطر ايش دخل ايوه ماسك خط سفر مريض لا حبيبي ما تتدخل في الناس لو سمحت ابغى وجبتي انا طيب خلاص ايش تبغى بلي جيب برجر كبير دجاج جيب له بيج برجر دجاج كبير بس يعني ايش شعورك وانت كذا فاطر مختلف عن الناس ولا الله يسعدك يا حبيبي ممكن تروح تشوف لي طلب ايش صار عليه انت ليش منفس؟ هذه اخلاق صايم يعني انا ماني منفس انا بس بقول لك روح شوف طلبي طلي ما هذا كله طلب معلش اتاخر تفضل تسوق امي انت روح انقلها جيب لي المدير لا لا ابو توفى الله يرحمه ادعوا له بالرحمه وانسان مره مبدع انسان مره ممتع ما شاء الله عليه وبيبدع ان شاء الله بقول لك يا حجوك كنت عايزك تزود لي حسيتي في ميزانيه السحور حبتين تعال بقى رمضان كريم وكل سنه وانت طيب بس اللبن ما كفنيش امبارح وانا بصوم 14 ساعه في اليوم فبقى على العصايه كده بحس اني مهبط شويه فهقلت ايه يا عم انت كلمني زي ما بكلمك مش كل ما اجي افتحك في الموضوع تعمل نفسك فيها بتصلي انت داخل على ركعه 30 اصلا مش اسلوب نقاش ده اسمعني انا كنت معتبرك اب روحي ليا بس دلوقتي عرفت مين هو عدو الحقيقي شوف شوف تسلم لا 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 والله شوف احد جم شوف ولادك يمكن سهران انفجر حاول لا يا حكم يلا هذه الخمسه خذ يلا خذ اخلط 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 انا بس اكبر ربي لا اكونن من القوم الضالين لا 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 الموقف ذا الموقف الخايس يا حبيبي كلمني ايش فيه ايش صار فهمني في ايه يا اسطى مالك يا لا ما تكلمني ياض ايه في ايه استغفر الله العظيم اصحابي مستغربين لي ما بحبش اطلب من ابوي حاجه انا عاوز بلاي ستيشن خد في يا بابا انا ما دخلني ما سويت شيء هو اخوي سبب المشكله يابا انا ما دخلنيش يا زلمه بقول لك ما عملتش اشي هو اخوي هذاك ابن الكلب هو اللي سوى المشكله هاي هذا مبدع قسم بالله مبدع بطل قطع ايس باكيت تشالنج استغفر الله العظيم المصور ايش دخله طيب يعني بليز ملزم شوف 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 تكاوت حكمه شوف الرجال قاعد يدرس دراسه اي ينطق استغفر الله العالم الغبز White people aren't racist. Racists are racist. Black people aren't dangerous. Criminals are dangerous.
Muslims aren't terrorists. Terrorists are terrorists. Women can't drive. كل شيء قاله صح. حرفيا كل شيء قاله صح. لما تكون خريج روضة ما تعرف تعتق غير للعشرة الإنجليزية. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 العرق العربي لازم يطلع. تحمسك. سلام لك إلى قال بعد. السلام. إيزي الحضري، أنت تبي تسوي سوالف أطلع بر وكشتات وتغريز، تعلم من البدو هالسوالف وبعدين أطلع شاري لي جيب حاط فيه مطرقة ورا وشبل وسبعين كشاف. ليش سبعين كشاف؟ حلبة مصارعة أنت؟ اللي يشوف جيبك يقول هذا مكتشف نص أفريقيا. وبالصدق إن غرست سحبتها بقطرة. أكو واحد يسحب جيبه بقطرة؟ شو تيس هذا مو جيب. كشتة البدو يحطون زل ممتاز على الأرضية زينة مرتبة دلة طباخ الأدوات كلها موجودة. أنت طالع لي كشتة حاط لي زولية حتى قطوة ما تولد عليها. أغراضكم منثرة كل مكان ما في ترتيب. اللي يشوفكم يقول قالبين من الجيب وناطرين أحد يشيلكم ينقذكم. حالات الكشتة لحم وطباخ وعيش. أنتوا كل واحد جايب لي فطاير والثاني شاورما. شو أكل حرب هذا؟ جاي لي البر معك ستاربكس. بقانون البراري غلط هالشيء. والله بطال. تسحبها على طول وتحطها في حصالتك. اللعبة هي بأقوى ما عندك تسقع تطيح لي الحمرة من غير ما أي وحدة تطيح. هذه لغة السندباد. يلا يا راجل عندك ثلاثة محاولات. أسقع الحمرة. دقيقة أنا بس أكمل لك أكمل لك الموضوع. تجيب المصحة أكمل لك. طيب بي تاني كما صنع جيب يدور مين بي تاني بي بخير هاي دي كما صنع جيب ها كما صنع نون دايا خيروك بين الصحة والمال. ها لو خيروك بين الصحة والمال الصحة الصحة لو خيروك بين الصحة والمال المال المال. مسك مسك المال إلا مال. تفضل نعيد لك السؤال. لو خيروك بين الصحة والمال المال. بس إذا كنت رجال ها واجهني فيس تو فيس على قول الخواجة فيس تو فيس يا جبان. أكيد بصير جبان يا متخيل أطلع لك والله كف واحد. لا هذا كفين. كف واحد تنقلب وجهك تنقلب خلشتك خالص. قلت له يعني مخذ مني 2000 غش فانا بناديه بعد شوي بس اول شيء اعطيته بلوك اصلا في التويتر في السناب بحط مويه شامبو بوريكم الحين وبرق فوق هو من تحت في الباب برمي عليه هذه خلاص سريع مقلب سريع كذا بسيط بس هذا رد الانتقام له اللي مخذ مني 2000 ريال. طبعا انا برق هنا بسرعه وبنادي بقولها بسرعه هنا هو بيجي فهنا غرفتنا دائما هنا البلاي ستيشن كذا فطول بيجي كذا بكبه هنا هذه فبسم الله ان شاء الله يضبط اقرب ولا عاد يصير بايخ. طبعا ناديت الحين بسرعه برقيها هذه وبرقه وبيجي بسم الله. شكرا سكر استغفر استغفر الله العظيم كما تدري اديكم يا ماو عاتب نصحناك قلنا لك ما رسمنا احلل سرقتنا كل ربع ساعة هذا الجوال هذا الجوال هذا ماني يعطيك ماني يعطيك اذا كنت رجال تقول لي هذا راح اعطيك يا قسم عيني راح تمحط وانفصل. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله. لا اولا انا كل صلاه مقطع صلاه واشتراك وسبت وجود تحت صندوق تابعوني عليه كامل وصلي على النبي وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقولوا لي هل نزل قصه ولا لا انا بشوف ردود المقطع ذا اذا كانت اي بصورها ونزل الاسبوع الجاي ان شاء الله اذا كانت لا بصوره وبنزل الأسبوع الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.